عنوان رجل من هذا المكان، نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة احتفالية خاصة بالدكتور الراحل مصطفى مشرفة من خلال استضافة أبطال المسلسل الدرامي رجل من هذا الزمان الذي جسد قصة حياة العالم الكبير. يمكن أنا عملت أدوار كتيرة في حياتي، ولكن يمكن الفترة الأخرانية الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى برور يعني هذا المجهود وهذه الموهبة المتواضعة، والحمد لله أن الواحد كل عمل شغلي الشاغل، وأهم حاجة عندي أن يعني الواحد يستمر يبهر الجمهور بشيء جديد وشيء صادق وشيء بيحمل قيمة إيجابية. هو طبعا أقول لك هو كان تحدي وكان مغامرة، لأن الناس لأن إلى جانب المسلسلات الاجتماعية اللي ممكن كانت تتميز كمان بالطبع الشعبي ومخاطبة الجماهير العريضة غيره حاجات ده، إن ممكن يبقى هنا المسلسل المشاهد ليه لازم يكون على قدر من العلم والوعي والمعرفة وغيره، ولكن المفروض الشاشات تقدم ده وده، والمفروض إن احنا ما نزلش للناس في الدراما إنما أرفعهم ليا. بالفن والعلوم ترتقي الأمم، هذا ما أكده المشاركون في الندوة. الفن هو اللي بيقود قاطرة التأثير في وجدان المواطن، وهو اللي بينمي ضميره، وهو اللي بينمي عقله، وهو اللي بيوجهه ناحية الخير والجمال والحق والفضيلة وكل المعاني الجميلة. هو كلمة الفن حرام كلمة مغلوطة أو الناس فهمها غلط. هم الإخوة المتشددين مش بيقولوا أن الفن حرام عن علم، هم ما درسوش فن ولا يفقهوا فيه، هم بيقولوا أن الفن حرام كده يعني واخدينها بالكيلو أو بالوقة. لا، هم كل ما تيجي تبص في النقط اللي بيتكلموا فيها تلاقيها كلها خاصة بالمرأة في الفن، يعني المرأة بتظهر في الفن سافرة والسفور حرام، إذن الفن حرام. هنا اجتمع مثقفون وعلماء، فنانون وأدباء ليؤكدوا أن العلم والأدب والفن والحرية خلطة سرية لنهضة مصر.